وسمحوا لي دابا كاين شي امور كنشوف انه ضروري باش نوضحها بعض المغالطات اللي لازم نعالجوها. انا ما نعاودش نتكلم عن البرنامج ولكن خصني نحيد شويه ديال الضبابه سيغ دي شوز اللي تقالوا. في الحقيقه بزاف ديال المرات كنتفاجئ منين ملي كنسمع بانه وعند مسؤولين كبار في التسيير ديال البلاد ودابا كينعتوا المغاربه بالفساد والرشوه وغيرها من النعوت القبيحة. بالله عليكم واش هادشي ماشي حرام؟ واش ما بغيناش الخير للناس؟ واش ما بغيتوش الخير للموظفين؟ واش ما بغيتوش الخير للأساتذة؟ واش ما بغيتوش الخير للأجراء؟ واش ما بغيتوش الخير للمتقاعدين؟ هادو كلهم كتوصفوهم بالفساد والارتشاء. علاش؟ لأن هاد الحكومة استجبت لهم ونصفتهم فقط. عجبا الحقيقة عجبا لهذه المقاربة. ما داو ما خلاو ليديهم ولكن احنا غادي نديهم.